نعم. علي شهيم زيد زين سلام زيد علي ليش استبعدته؟ شنو السبب؟ ما حد استبعده يا اخي عندي انا ما يثبت لك هو سلام علي سلام علي عنده مشروع خل احكي لك بس اعطيني وقت بس اعطيني وقت خلص البرنامج كابتن رافد مو هاي المشكله كابتن رافد ابد لا تقطعني خلص البرنامج لا مو فتحت موضوع انت انت فتحت موضوع شخصي لا جاوبك لو ما جاء خلاص الله معه لا مو هي خلص الوقت كابتن رافد انا احسك انت جاوبتك على خالد سلمان جاوبتك على خالد سلمان نعم. لا مو انت بديت بموضوعين انا ده انا طبعا توتر باختصار ب 30 ثانيه وضح لي المدير الاداري مال المنتخب تقول له مالك علاقه بالمغترب وهسه مهند جعاص خلصت نعم. احكي لك على سلام علي سلام علي سريعة. اتصل هو شخصيا قال له لي سلام علي يريد يصير رئيس لجنه مغتربين في اول اجتماع باركت وفرحت و هو اتصل باستاذ اياد بنيان يعني بدون ما يتصل بي او باي احد ثاني والرجل حر وهو اتصل ومن الان انا اطالبه ان يجي يصير رئيس لجنه المغتربين والمنسق طيب هاي معناته اوكي اسمعني نعم اسمعني خل اكمل لك حتى يعني انت مو قلت لك فتحت موضوع سلام علي شيريد رؤيته عنده مشروع اتصل معاهم انتظرت قالوا لا نرجع لك احنا نريد حكيت ويا سلام علي ايضا طلبت منه قلت له يا اخي العزيز مشروعك صحيح تريد مركزيه وتريد كذا طلب لي قال اي شخص عضو في اللجنه اخير شيء شوف اي شخص عضو ما يسوي اي شيء الا يقول لي السلام وبعدين انا اقول لك قلت له احنا ما عندنا طيب. سلسله مراجع وضحت. احنا عندنا احداث تجي باللحظات نعم. عنده رؤيه مختلفه الرجل تعب واجتهد لكن هو طلب ان يعتذر بنفسه وانت الان تعيدها اكثر من مره وما اعرف ليش يعني احكي لي بشكل مباشر لان انا طلع بحلقه وياي كابتن رافد اعتذر الرجل اعتذر ما اعرف من طلع معك طلع وياي حكى قال اني ما حد يتصل بي وما حد يتواصل وياي فدا اسالك انا فقط دا اسالك للاستفهام عزيزي الغالي عزيز الغالي نعم اي لا ما سالت غير شغله ليش يا اقول لك ليش استبعدته يعني هو سؤال لان هو هيك قال مستبعديني ما حد يتصل بي نعم يا اخي ما استبعدنا نعم. الرجل اعتذر اوكي وضحت الفكره كابتن رافد انا محتار وضحت والله وضحت انا محتار بالمغتربين نعم. واريد اسوي لهم العمل وذول الناس اللي ذكرتهم نعم. يجتهدون ويتعبون وسلام من الرياضيين المحترمين جدا شكرا شكرا لك اعتذر لان عنده رؤيه مختلفه نعم. خاصة أنا ما أقدر أحققها طيب. ولا أنا مسؤول وضحت الصورة كابتن رافد أنا ما كنت يعني حسيتك شوية يعني عصبت شوية لكن هي فقط استفهامات